يا اهلا فيكم مشاهدينا في اخر فقرات حلقتنا اليوم. ضيفنا الحين حسان المعروف باسم بيج هاس. حياك الله ويسعد صباحك. السلام عليكم. طول الغيبات يجيب الغنايم، وين غنايمك يا حسان؟ تحياتي اجين مره ثانيه، يعني تحيه لام بي سي كمنصه، واكيد داعم لي شخصيا دائما وداعم لكل شيء رهيب، فتحياتي لكم، تحياتي الكبيره لك اكيد. اكيد يشرفنا. خلينا نبدا نتكلم على موضوع الاغنيه اللي سويتها. انت شغلك كله في الهيب هوب وال يعني الاغاني الرابر، فالحين انت اتجهت انه تكون منتج تنفيذي، صح؟ فكلمنا عن هذه الفكره. شكرا لكم لانه اعطيتي هذه الفرصه. سو المنتج التنفيذي هي شيء انا بداته تقريبا من سنه ونص، يعني مع الكوفيد وكذا حبيت انا اسوي هذه الاغاني. كيف اسويها؟ انا لست منتجا ولست رابر ولست مغني، بس اللهم بجمع الرابرز دول مع بعض، بجمع المنتجين مع بعض، بسوي الارت ورك، بسويها ديستريبيوشن، فشيء جدا جميل يعني. فاخر مشروع هي كان خدشة أغنية صراحة، يعني هدفها أن تجمع البلاد الشام مع دول الخليج. وهذه أول أغنية خاصة فيك؟ هذه ثامن أغنية بسويها، ولكن جمال الأغاني أنا بسويها دائما هي تنوعها، ودائما يكون فيها شيء يعني فريد من نوعه. بهذا الكيس، بهذه الأغنية خدشة، في عندك أربع رابرز من بلاد الشام ورابر من السعودية، فهي تقريبا المسافات بين بلاد الشام والخليج. هذا واحد. اثنين، انك تثبت للعالم ان الراب العربي فيه له كلمات قويه، صحيح؟ فهذا هو يعني، وفي رسائل بعد يعني اكثر الاغاني. خلينا نشوف مقطع من هذه الاغنيه ونرجع نكمل معك. ما بكون مثالي، أنا ناقص حيل، قولوا حد جيراني أنا غايب غيم، كل ما كن شي ثاني غيروني غير، لكن راح أجيهم أنا نزولي زين. ماني بسوبر هيرو، ماني بسوبر مان، فيلن لذا شيلو ثانوس من الجان، قولوا البيتر بان خلنا نيفرلاند، أعلى المبنى واقف بيدي تشك تشك بانج. بعالمنا العربي فكرة المنتج التنفيذي للأغاني يعني مش متداولة كثير ومو معروفة كثير، لو تكلمنا عنها أكثر. صح، executive producer يعني هي المنتج التنفيذي، هو الشخص اللي بيجمع الرابرز مع بعض أو المغنيين مع بعض، وبيجيب المنتج، بيسوي الارت ورك تحت إشرافه هو. يعني على دي جي خالد، هذا هو الاكزامبل الوحيد اللي ممكن اسويه. دي جي خالد مش بروديوسر ولا مغني ولا ما بيسوي شيء، بس اللهم هو بيجمع الاعمال مع بعض. وشوفي اسمه ما شاء الله. فانا حلمي انه اقدر اسوي هذه الاعمال، لانه عندي ريليشن وعندي علاقات جدا كويسه مع الرابرز والمغنيين عامه في الوطن العربي. فهذا اقل شيء انا ممكن اسويه، انه اجمع رابرز او مغنيين في الوطن العربي مع بعض، تحت دائما يكون في شيء مختلف في الموضوع. ففي هذه الكيس في خدشة حبيت أجمع بلاد الشام مع الخليج. يعني معناتها أنت مش ملحن الأغنية ولا شيء؟ ملحن الأغنية هو الرائع برودوسر اسمه ريان، وهو سوري بريطاني ساكن في الإمارات. المؤديين كانوا جدا رائعين، من شولي اللي أكيد بلاك بي من السعودية الفرعي، بعدين عندك أكيد أد عباس من لبنان، وميسا ضو من فلسطين. فخمسة رابرز، منتج واحد، حتى الفيديو أختي هدى تصور في أكثر من مكان، من خمس أماكن، وتم الإدت بشكل جدا رائع من أحد من المهمين صراحة في الإدتين في الفيديو، واحد اسمه رائد المريش. فالحمد لله كل الموضوع على بعضه، حتى الارت ورك واحد سوداني سواها اسمه سولستنس. الموضوع الوطن العربي اجل اكيد. طيب خلينا نتكلم عن الرابرز اللي شاركوا في هذه الاغنيه، هم خمسه من بلدان مختلفه زي ما قلت، كيف تم اختيارهم؟ ليش اخترتوهم لهذه الاغنيه؟ سؤال جدا رهيب. اكون جدا صريح معك، اللي صار هو كالتالي. انا استلمت اللحن من ريان، اللحن جدا عجبني، اذا انتم سمعتوه فيه وكذا طابع عربي شويه مع الهيب هوب. فدول الاسماء جو على بالي لانه بالكلمات، انا ابغى كلمات قويه، هي مش مساله فايب ولا يعني هيت زي ما يقولوا، لا هي انا ابغى شيء بنسميه في الهيب هوب بارز، فانا ابغى كلمات تكون قويه. فالاربع اسماء اللي جاتني في بالي اول شيء كانت اكيد شولي والفرعي واد عباس وبلاك بي أكيد من السعودية، دول أربع شباب. بعدين قلت أنا لازم أبغى أجيب يعني صوت نسائي قوي، مش بس عشان أسوي تك أنه أنا عندي يعني صوت نسائي. صوت نسائي، لا،
ابغى اثبت انه ميسا ضو اللي هي اكيد سيده جدا رائعه في الراب العربي تقدر تكون نفس المستوى في نفس الراب راب الرجال. طيب خلينا نشوف كليب الميسا ونكمل. للريل وانس تحية وبنستقبل على البيت ذئبي بين رجالي بستهدف بسيط نباتية نباتية بس بستروحش بالبيت أيوة أكيد إنساني أنت بس من الليدي فيرس ركز لي أنت بس من الليدي فيرس ما بيكون ولا بيت ولا الليدي فيرس. والله صراحة كانت إضافة جدا حلوة. تحياتي يعني ميسا ضو. ما شاء الله مرة يعني حلو. حابب أقول هنا إنه ميسا ضو يعني زي ما يقولوا كيلدت أثبتت وجودها. وأجان أنا ما عندي صراحة امرأة أو رجل, أنا عندي تالنت. طريقة الكتابة هي اللي تأثر معايا فرهيب. طيب خلينا نتكلم عن تصوير الأغنية. يعني مثل ما شفنا هذا التصوير صار في أماكن مختلفة, كيف تم تجميعها وسويتوا عليها هذا الفيديو والأدت؟ ما يعني ما أخذ منكم وقت؟ سؤال كمان جدا مهم, وهذا اللي أنا دائما بطلع بقوله على MBC وعلى كل المنصات دائما, ما في شيء يمنعك الآن. فهذه الأغنية تصورت في 5 أماكن مختلفة, سويناها بشيء اسمه غوريلا ستايل, يعني شيء جدا سريع. أبعتها للأدت الرائد وهو ما شاء الله سوى الماجيك اللي سواه. فاللهم لما يكون في عندك الباشن وعندك الشغف وعندك الويل والإرادة أنك تسوي شيء كويس, الحمد لله ما في إكسكوزس, يعني ما في شيء البعد يمنع. ما يمنع ولا الأماكن ولا الجنسيات. هذه الأغنية تصورت في يعني ميسا كانت في فلسطين, بلاك بي في الرياض, الفرعي كان في لندن, شولي كان في شيكاغو, أد عباس كان في الكوت ديفوار في ساحل العاج. فكل واحد في منطقة, واللهم صار اللي صار والحمد لله. يعني أصداء جدا جميلة من الأغنية, وإثبات أنه كلمات الأغنية في الراب العربي مهمة. صحيح ومؤثرة كثير. طيب إحنا معانا الحين شولي, خلينا نسلم عليه ويسعد صباحك بلال. أهلا مرحبا, شكرا على استضافتي. في البداية عرفنا, خلينا نتعرف عليك عن شغفك بالفن وبالراب والهيب هوب بالتحديد. أكيد. أولاً طبعاً بحب أوجه لك تحية شخصياً وللإم بي سي ولبيغهاس حبيبنا على هذا الإنجاز الرهيب تراك هدشة. أنا اسمي بلال الشولي, لقبي شولي, بعمل موسيقى من العالم العربي من 5-6 سنوات, يعني بطريقة خلينا نحكي مهنية أكثر من أنه فقط هواية. بشتغل موسيقى عربية بتطرق كثير للمواضيع الاجتماعية المواضيع السياسية, ولكن بقالب شخصي جداً. أنا مقيم في شيكاغو ولكن بداياتي كانت في الأردن, وأنا من أهل فلسطينيين المنبت يعني. فالشغف إجا من القضية, وشغف إجا يعني من مواضيع كانت تداول دائما في مجتمعنا وفي بيتي وهيك. فكان نوع من الصوت, نوع من السلاح أقدر أستخدمه يعني لتوصيل الرأي وصوت الناس يعني وصوتنا. طيب خلينا نتكلم عن الأغنية خدشة, كيف شفت فكرة الأغنية وجودك بين 4 رابر ثانيين ومن مختلف يعني البلدان؟ طبعاً شرف إلي أشتغل مع ناس زي اللي اشتغلت معهم على التراك. أنا كثير انبسطت من الإشي اللي بيغ هاس عم بيعمله, هذا إشي مهم جداً. حسان يعني الفترة عنده مهمة وكانت ناقصة في العالم العربي, شخص بفهم بالثقافة وشخص بفهم في ثقافة الهيب هوب يعني للكور زي ما بيقولوا, وهذا الإشي هو فرجانا إياه بكل إشي اللي عم بيعمله, بس بزاد بتراك خدشة إنه يقدر يلم أصوات مختلفة من العالم العربي, قصص مختلفة يحطها بأغنية واحدة, وكلياتنا كنا في أماكن مختلفة وديفرنت تايم زونز. فكان شرف كبير إلي يعني, حسيته كثير مهم ولم الرابرز كثير وجاب عيون الناس على الإشي اللي عم نعمله, وصرنا فترة في العالم العربي. طيب خلينا نشوف شو اللي مقطع لك من أغنية خدشة ونرجع مرة ثانية. بتصور أول مشواري لقامت تدور independent شو مسار رح نضلنا عارف إني بعيد هالفترة شغالة أدوية تروح مش بشرة الربع الخالي كان فصله عدى ومكاني تبت هون غصب عنا كل الأعمى يشوف شو حسوي حيشوف والأخرس حيحكي يا جل المجدون إنه الحلم الأمريكي لو عنده بألواني وكتبت عالجواز حق العودة مضمون بدي أشتري حريتي وأبيعها لبلادي برخيص شو اللي بعيدا عن خدشة الربع الخالي كمان آخر أعمالك, كلمنا عن هذا الألبوم وكم أغنية نزلت فيه؟ أكيد الربع الخالي ألبوم بتكون من 8 أغاني, كناية عن الصحراء, كناية عن البعد عن العالم العربي,
يعني الصراع اللي كل شخص ميليني او ميلينيال يعني بمرق فيه، بالذات فلسطينية وعرب الشتات. وانا شخص متغرب صار لي 7 سنوات من عمري 18 سنة في امريكا، فيعني كان نوع من كناية عن هاي الاكسبيرينس اللي مرقت فيها وتجربتي في الغرب. ولكن اكثر كمان هو الربع الخالي من العمر، يعني اللي انا عمري 25 سنة لما نزل الالبوم، 25 عام الربع، فكان له اكثر من معنى. والالبوم مهم بالنسبة لي لانه اول عمل كامل متكامل لإلي لوحدي، وكان ضروري اني اوصل ارائي وافكاري والمواضيع اللي انا بتطرق لها بطريقه كامله بالبوم واحد، باكج واحد. طيب شو اللي خلينا كمان نشوف مقطع من اغنيه انا كمان ونرجع معك. موسم الزهر شوله وبنيتك وانا كمان بدي حب وحنان، ليش لا؟ مش انا انسان، اصحابي اخوان، نالت لي تخفيف الالم، قصه حزينه مستعمل كمان من عمر صغير، كل اللي تسجل توفير صرفها راحت البال، بس لسا من صرف الفكر بتمدد مش عارف انا. عمري 25 بس عالشوفه في العقد الثالث، القلق بعيوني والارق عشفوني، مش شايف غير شغل وشغل وشغل. شو العائد؟ شكرا لك شولي، ونتمنى لك اكيد التوفيق. واذا في اضافه انت حاب تقولها اخر شيء. اكيد حاب اقول شكرا كثير على استضافتي كمان مره على صباح الخير يا عرب. احنا حاليا هلا عم نرتب سلسله عروض في عمان، الناس اللي حبت الميوزك تيجي تحضرنا وتترقب الاعمال الجايه على الانستغرام وعلى طبعا كل التواصل الاجتماعي والستريمينج بلاتفورمز في العالم. شكرا لكم. شكرا لك شولي. وقبل ما نختم حابين نعرف منك حسان، ايش الرساله من هذه الاغنيه؟ واو، ممكن نقرب المسافات بين البلاد العربيه من خلال الفن ومن خلال الهيب هوب عامه. هذه الاغنيه وصلت لاصداء جدا كبيره، خاصه انه انا تم توزيعها عبر 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 يعني شركه اسمها امباير، وزعت لي كندريك لامار وسنوب دوغ، فهذا شيء جدا جميل، وهذا ساعد ان الاغنيه توصل لي كمان للغرب بطريقه جدا رهيبه. فهذا جمال الموضوع، زي ما اقول الزبده هي تقريبا مسافات وكلنا واحد، اي نعم ديفرنت ناشوناليتيز، وممكن احنا نقرب من بعض من خلال الفن، وخاصه فن الهيب هوب والراب العربي الان بطريقه جدا كبيره بيساعد وبيساهم بهذا الشيء. يعني ما شاء الله عليك قاعده اشوفك تتكلم بحب، يعني أيوة. حبيت الطاقه هذه انه تتكلم بحب، ويعني شيء حلو هذا انه انت تحب الشيء اللي قاعد تسويه. يعطيك الف عافيه اختي هدى، اكيد ام بي سي لها جدا جدا يعني دور جدا كبير بنشرها، لانه ام بي سي هي القناه الاقوى في العالم العربي، فنحن الان على هذه المنصه، وحابب اوجه رساله للكل، ما تخلي شيء اي شيء يعطيك اكسكيوزز او عذر، ابدا. أنا بدأت من سنة ونص بإنتاج الأغاني ولسه مستمر، وفي أشياء جدا كبيرة. وش الجديد عندكم غير خدشة؟ والله محضرين شيء جدا رهيب كمان، شيء أرتستيك أكثر، يجمع فنانين، ما أقدر أتكلم عن الموضوع بس إن شاء الله يكون في خبر حصري لأم بي سي. بس إن شاء الله أغاني وأغاني وأغاني. وشكرا أكيد لك يا أختي، وأكيد لكل طاقم أم بي سي، واسمعوا خدشة عمي. وصراحة مرة حلو، يعني أنا عجبني التجمع اللي سويته، الثقافات المختلفة، التصوير في مناطق مختلفة، كل هذه أشياء يعني صعبة يمكن، بس ما تحس أنه بعد أزمة كورونا أن إحنا بدينا نسوي الأشياء هذه اللي كنا نشوفها صعبة لأنه لازم نروح ولازم نتعب نفسنا، مليون في المية، فصار كل شيء أسهل. مليون في المية، هذا أثر، يعني هذا كان أحد من الأسباب اللي هو ألهمني أنه أسوي أبدأ هذا الشيء من سنة ونص. ولكن كمان حابب أضيف نقطة، في كثير ناس ما كانوا يعرفوا عن الرابرز بلاد الشام، يعني عن طريق مثلا بلاك بي اللي هو رابر سعودي نوجه له اكبر تحيه، وفي كثير رابرز من بلاد الشام ما كانوا يعرفوا عن بلاك بي، فدحين صار في هذا التواصل. صحيح، لانه اغنيه واحده فتسمع الكل، 5 رابرز. صحيح، فمين هذا ومين هذه وليش وكيف يو نو. فهذا هو جمال الشيء نسميه السايفر، اللي هو يعني يجمع عاده اكثر من 2 أو 3 رابرز. يعطيك العافيه. ما